صباحتي راس مالي. غادي نتكلموا على المرضى البروستات اثناء الصيام، ومعنا البروفيسور عبد اللطيف جنان الاخصائي في جراحه وامراض الكلي والمسالك البوليه وكذلك امراض الجهاز التناسلي. بروفيسور جنان صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوه. صباح الخير مدام حنان. إذن تفضل اسمح لي. صباح الخير مستمعات مستمعي الكرام وصباح الخير طاقم ضغط. شكرا لك. إذن بروفيسور، الصيام واش كيأثر على أمراض البروستاتا، وشن هي الإرشادات والنصائح الصحية اللي ممكن تعطيها لمرضى البروستات في شهر رمضان؟ تفضل. تماما، فهو مدام حنان في شهر رمضان كاين ولا واحد التأثير على بعض الأنواع ديال الأمراض البروستات اللي كيستحيل معاها الصيام، وكاين البعض اللي كيلاجوا عند الناس في ذاك الشهر اللي قبل رمضان. نعم، حسب التحاليل ديالهم وحسب النوع ديال المرض ايضا كيمكننا نأوتوريزيهم نرخصوهم الصيام، وكاين البعض الاخر اللي ما يمكنلوش يصوم. فهو الفرق ان بالنسبه للبروستات عندنا ثلاثه وغادي تروازونتيتي، يعني ثلاثه ديال انواع ديال الامراض. نعم، الالتهاب المزمن. نعم، وكاين التضخم وكاين الورم. فبالنسبه نبداو بالتضخم اللي هو الحاله اللي كبيره. نعم، في المغرب بالنسبه للتضخم ديال البروستات. فاذا كان التضخم في المرحله ديال البدايه ديالو، والدواء اللي كياخذ المريض باش يلقى راحه البال في التبول ديالو باش ما يتحفظش. نعم، اذا كان كياخذ الدواء ديال الليل بوحدو، فهو هذا كيكون تضخم اللي في البداية ديالو. هذا عند هاد الناس عند هاد الناس كيكون يمكننا نرخصوهم للصيام. نعم، ممكن انهم يصوموا ماشي مشكل. تماما، اللي في مرحلة البداية وكيكون عندهم غير دواء واحد كيتخذ بعد العشاء. نعم، وعند الناس اللي عندهم تضخم البروستات في المرحلة جوج، هذا اللي تكلمت عليه هو المرحلة واحد. اللي عندهم في المرحلة جوج فهو كيكون صيام صعيب. علاش؟ حيت كاين واحد التوزيع ديال الأدوية ما بين النهار والليل. نعم، باش يلقاو راحة البال باش ما يتحفروش، حيت بالنسبة للمريض ديال البروستات إلا حاول يصوم وياخذ الأدوية اللي كياخذ بالنهار وقلبهم الليل، يمكن له يدير هذا الحل. ويني 12 ساعة ديال الصيام راه يني با كوفيغ بالدواء وكيعرضوا للحصر. نعم، عند الناس اللي في المرحلة الثانية ولا في المرحلة الثالثة ديال تضخم بروستات، المرحلة الثانية كنديروا فيها جوج أدوية، والمرحلة الثالثة كنديروا ثلاثة أدوية. مدام حنان، علاش؟ في التضخم كيوصل لواحد الحجم اللي مأثر على النبولة، كيولي لواحد الخمول في النبولة. النبولة ما قاداش تدفع حيت لوبستاكل ديال البروستات ولا الحاجز ولا كبير. وفي المرحلة الثالثة أيضا البروستات كتولي مأثرة على الوظيفة ديال الكليتين. نعم، فالكليتين ديالهم الله سبحانه وتعالى خصهم يصيبوا البول ويدفعوه من الفوق إلى الأعلى. فإذا به مني كتكبر البروستات بزاف كيولي سكون أبيل لو غوفلو اللي كنا تكلمنا عليه، يعني البول ولي باش يمشي من الفوق لتحت كيولي يرجع للكليتين. نعم، هادو حتى هما كيكونوا تحت ولا تحت المراقبة. يعني حينت ربما يعني المريض ديال البروستات أنه عنده ذاك الدواء خاصه ياكلو ويتناولو بشكل يومي، لأن إلا ما تناولوش تماما غادي يكون هناك مضاعفات. فوالا، فإلا ما تناولش مدام حنان ولا حاول يبدلو الليل، غادي يقول غنصوم وغناخذ الأدوية كلهم وغنقلبهم الليل، فتما كيكثروا عندنا الحالات المستعجلة لا في القطاع العام ولا القطاع الخاص. الناس اللي كيتحصروا نهائيا، وكيولي الحل هو عملية جراحية مستعجلة. نعم، والناس عاوتاني اللي إلا ما تحصروش هذاك البول راه رجع للكلوة، وعلى ما كيسالي رمضان الناس اللي كيدخلوا في مرحلة الفشل الكلوي النهائي اللي كيخصهم الدياليز. لذلك فبالنسبة للمريض التضخم أنا غنرجع لهم، كاين ثلاثة أنواع التضخم ولا ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى اللي فيها غير دواء واحد هذاك ماشي مشكل، مورا العشاء ماشي مشكل. اللي دخل في المرحلة الثانية وعنده الدواء الثاني ديال النهار كياخذ فيه وحدة ولا حتى لجوج في بعض الأحيان، هذا راه ما يمكنلوش يصوم. والمرحلة الثالثة مدام حنان اللي كيكون ديما طبيب المعالج ديال المريض ديالو كيكون في السنوات اللي قبل كيقول له راه وصلنا لواحد الحالة أن راه البروستات ديال كبرات بزاف وكاين واحد الخمول ديال النبولة. نعم، جهاز الدفع العضلة النبولة مابقاش كتدفع.
وراه كاين تاثير ربما حتى على الكليتين، يعني المرحله اللي كيكون كياخذ فيها ثلاثه الادويه وكيكون الطبيب كيحاول يقنعو حتى بالجراحه. بعض الناس ماشي سهل تقنعهم بالجراحه اللي هي حل نهائي ديك الساعه، الا زولنا البروستات على التضخم ماشي مشكل، الانسان يمكن يوصل. اما الناس اللي وصلوا للمرحله الثالثه ديال الجراحه ومازال ما قبلوش حيت ولا بالنسبه للمرحله الثالثه ما يمكنناش نفرضوا على المريض الجراحه، حيت كاين حلول طبيه ديال الادويه كيعطيو الخيار ما بين ثلاثه الادويه ونوصلوا للجراحه. الا هو قابل ثلاثه الادويه ولقى عليهم راحه البال فهذا بالضبط هو اللي ما خصوش يقطع، حيت الا قطع الدواء ولا قلبه ولا كياخذوا بالليل واللي كياخذوا بالليل هادو هما اللي كيتحفروا كتكون عندهم مضاعفات. واخا هل الصيام يعني عنده دور في تحسين الاعراض لدى المرضى بروفيسور جنان؟ بالنسبه للممارين اللي عندهم سميتو اللي عندهم سواء البدايه ديال التضخم فالصيام كيعاونهم، بالعكس نونتي اوكسيدون كنقولوا ديما كيحيد لو فيت دو روبوزي من بولا البروستات من التبول كل ساعه سا روبوز، هادو اللي عندهم عدادي او لا الناس اللي عندهم بدايه ورم، فالورم البروستات غادي نزيلو حتى هو اللي هو لونتيتي او النوع الثاني. الورم البروستات حتى هو الا كنا في البدايه ديالو وعالجناه، مثلا عالجناه بالاشعه ولا بالجراحه وكنكملوا بواحد الدواء راه معروف كيعرفوا الاطباء واحد الدواء هذاك، الا كان بدايه الورم في المرحله واحد والدواء كان اخذوه غير مره واحده في الليل فهو ديال الورم، ما كاين حتى مشكل، المريض بالعكس يمكن له يصوم والصيام كيعاونوا. باسكو لو جون انترميتون ولا الصيام المتقطع علميا عند الغرب كيعاونوا به في بعض الاورام، بحال كيحاولوا يحرموا الخلايا ديال الورم من الغذاء الاساسي اللي هو ماده الجليكوز والبروتينات، كيحرموهم واحد 13 ساعه ولا 14. ولاحظوا انه في بعض الاورام ماشي في كلشي كيكون واحد انغيغيسيون، يعني كيتراجع الورم. ولا اللي عاد بادي الورم يمكننا نأوتوريزي الا كان كياخذ غير دواء واحد ديال الليل، اون غوفونش ويني على العكس الا كان الورم في المرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه والتوزيع الادويه كانوا كل سته سوايع فالمريض راه ما يمكنلوش يصوم الا صام غادي يتفاق من الوضعيه ديالو. هذا هو الحنا بالنسبه من الاورام. ونرجع للونتيتي الثالثه للنوع الثالث ديال امراض البروستات اللي شائعه عند الرجال واللي كتبدا بكري، هي الالتهاب ديال البروستات. وحتى هو الالتهاب المزمن كيسري عليه بحال المنطق اللي تكلمنا عليه ديال سميتو ديال التضخم. فإلا كان فوالا إلا كان التهاب البروستات عاد بادي وكنعتمدوا على دواء واحد ديال الليل معروف، هاد الناس كيمكننا نأوتوريزيوهم فوالا يصوموا ماشي مشكل. إلا ولينا كنعتمدوا على الدواء الثاني والثالث اللي كيكون التوزيع ديالو كل ستة ساعات. فالمريض هنا الى صامش كيوقع له كيتزاد عنده الحريق. النوع ديال المرضى هادو ما غيتحصروش وما غاديش يوقع لهم فشل كلوي بحال مالين التضخم ولا مالين الورم، وين الالم ديالهم كيتزاد وكيولي عندهم سلاسل البول. كتزهق البوله. علاش؟ باسكو التوزيع ديال النظام ديال التوزيع ديال الادويه ديالهم خصو يبقى محترم وخا يكون رمضان. وراء الى ما احترمناش التوزيع ديال الادويه كيولي عندهم سلاسل البول والحريق ديالهم كيتزاد بزاف. لذلك حتى هما مدام حنا ديما في الشهر اللي قبل من رمضان وراء كان صحهم ديما يزوروا الطبيب ديال المساكن ويشوفوا فين وصلت الحاله ديالهم باش هو اللي غي اوتوريزيهم يرخصهم الصوم ولا كيقول لهم راه عندكم ضرر في الصوم. بروفيسور جنان، شنو هي المضاعفات اللي كتطلب الافطار فورا بالنسبه للبروستات؟ مثلا فالمضاعفات هي سواء العسر في التبول ولا الصعوبه في التبول، الانسان صافي تحصر كيبقى له الحل غيمشي للمستعجلات ويديروا له ديك التيول اطون وكتولي مستلزم عمليه. فهنا خصو يزور الطبيب الى لاحظ ان ذاك الخيط ديال البوله ديالو بدا كيرقى كيضعف كيتعذب سيرتو بالنهار، فضروري خصو يمكن له يصوم ويعرض راسه في هذاك النهار نيت على الطبيب ديال البروستات. الا كان متبع معاه ديجا راه كيحاول يبدلوا الادويه ما هي اقوى، كنقولوا فيرست ستيب سكند ستيب، يعني الخطوه الاولى كنعطيو ادويه خفيفه. الا كان الانسان غير مهدد بلا ريتونسيون غير مهدد يتحصر، وين الا ولا عنده عسر كبير في رمضان وهذه حاله كنلاحظوها بزاف لا في القطاع العام ملي كنكونوا كنديروا الحراسه في المستعجلات ديال المستشفيات الجامعيه ولا في القطاع الخاص
فضروري الى لاحظ ان الخيط ديال البوله ديالو كان مجهد وبدا كيضعف في رمضان ولا كاين الحريق فضروري يستشر مع ولا يستشر مع الطبيب ديالو نعم باسكو فوالا كتكون البروستات سوا كنقولوا ان كو دو فوي يعني تزادت في شهر رمضان ولا حتى الانسان ما كيشربش بزاف ولا مثلا حالا كتكون واحد المناسبه ديال في رمضان عند الناس البروستات ديال تكاثر البكتيريا علاش حيت الناس ديال البروستات ديما عندهم ان ريزيدي ما كيخويوش كلشي حنا الا كان عندنا مثلا 250 مللتر ودخلنا لبيت الماء كنخويو 250 نعم. وما كيخويو غير 200 كتبقى 50 فإلا كانوا كيشربوا الماء باستمرار كل جوج سوايع ثلاثه راه كاين دو لا فيدونج كاين النيتواياج بحال سيستيم بلاشر ديال الموارد كيتخوى ولكن الا بقاو صايمين 13 ساعه ولا 12 حتى 13 في الاسبوع الاول راه كيعطي فرصه لتكاثر البكتيريات ولا وكيصدق المريض من غير المرض اللي هو عارفه اللي عنده هو تضخم كيصدق عنده تعفن ديال الانفكسيون دو لا بروستات اللي شي مره كتطلب حتى الاستشفاء في مصلحه الانعاش فالتعفن ديال البروستات كتطلع درجه الحراره بزاف والتونسيون كتهبط اسمه الفرنسيه لو سيبسيس فحتى هذا كيعرضهم كيعرضهم زيادة على التفاقم ديال اعراض التضخم كيكون واحد طارئ حاد اللي هو جديد اللي هو التعفن حيت ما كيشربوش الماء بزاف. نعم، ما هي اهم النصائح اللي ممكن تعطيها بروفيسور جنان لمرضى البروستات اللي كيصوموا يعني اللي ممكن انهم يصوموا؟ واللي ممكن يصوموا هذا الشهر في الشهر المبارك اولا يتناولوا ماده سيلينيوم ولا فيتامين او اللي كاينه في القرع وكاينه في مجموعه من الخضروات بحال الجزر وكاينه في الثوم وكاينه في سميتو في الزيتون الاسود يتناولوه بزاف باش يتفاداو هادشي اللي تكلمنا عليه فهذه لي جين دو في اللي كنصحهم بها وفوالا ويديروا التوزيع اللي كنا تكلمنا عليه ديال شرب الماء باش اللي قلنا ربعه فوالا ومن الافضل ديما مدام الحاله اللي قرب هذا الشهر المبارك فمن الافضل كنقول لهم ديما يزورونا في شعبان القطاع العام ولا الخام علاش باش نشوفوا حتى الا كان امكانيه ديال تغيير الوصفات ديال الدواء ديالهم باش يدوز هذا الشهر مزيان ما يتعرضوش لهذا الشيء اللي تكلمنا عليه الانفكسيون أو لا يتحصروا وصدقوا في عملية جراحية مستعجلة أو لا في الفشل الكلوي. نعم، مرضى سرطان البروستات واش ممكن أنهم يصوموا بروفيسور جنان؟ فمادام حنا فوالا حسب المرحلة رقم واحد ديال سرطان البروستات يمكن لهم يصوموا علاش حيت هذاك الصيام في اللي كنا قلنا لي زونتي اوكسيدون يعني كيصيام كيزول لاغوي وكيعاون المناعه ديال الجسم ضد الخلايا السرطان هذا في المرحله رقم واحد اللي كيكون فيها سوا دواء بسيط كان اسوسيو هذاك الدواء البسيط سوا مع الاشعه ولا مع الجراحه وين في المرحله رقم جوج رقم ثلاثه وفي رقم اربعه راه ما يمكن لهمش يصوموا حيت علاش الا صاموا اولا سميتو المناعه ديالهم كتكون اصلا ضعفها الورم حيت وصل للمرحله الثانيه والثالثه اللي الصيام ما بقاش كيعاون او كونترير فالماكله واحد الانواع ديال التغذيه اللي تكلمت عليها هي المواد الغذائيه الغنيه بالسيلينيوم وبالفيتامين او خص ياكلوها نهار وليل وحتى التوزيع مثلا حالا ديال ملي كيكون الانسان في المرحله الثانيه والثالثه فالشغل الشاغل ديال الطبيب المعالج ديالو هو يطول له ان شاء الله في الحياه تمام فلذلك كيولي التوزيع ماشي غير دواء واحد اللي كيولي التوزيع كل 6 سوايع يعني عنده 4 الحبات ديال الدواء ديال سرطان البروستات فهادو كنصحوهم ما يصوموش هادو هما اللي كنصحوهم ما يصوموش نعم بروفيسور عبد اللطيف جنان الاخصائي في جراحه وامراض الكلي والمسالك البوليه وكذلك امراض الجهاز التناسلي شكرا جزيلا على النصائح القيمه وعلى تلبيتك الدعوه ولا فرصه قادمه بحول الله